بنقول بقى امتى ينفع اخر زكاه الفطر وتتحسب لي زكاه؟ انا هقول لك امتى. لو انا عارف ان قريب الراجل الفلاني ده فقير ويستحق زكاه الفطر، لكن لما رحت اخبط عليه ما لقيتوش في البيت، فسالت قال له ده سافر ورجع تاني، فرحت شايلها له عندي في البيت عشان لما يجي ياخدها، ده يجوز. لو انا خرجت زكاه الفطر بتاعي لجمعيه، ما الجمعيات ما بتخرجش الزكاه مره واحده، امال بتعمل ايه؟ بتاخدها تشوف هتوزع النهارده لفلان وفلان وفلان وفلان، فممكن اثناء العيد بتوزع وبعد العيد بتوزع. يا نهار ابيض ضيعتولي. ايه يا عم، لا ما تقلقش، هي إيه بتتحسب لك زكاه فطر بمجرد ما انت دفعت، هو يوزعها وقت ما يوزعها. طيب واحد تاني بيحب قاعد في القاهره وبيحب يطلع زكاه الفطر بتاعته في بلدهم، يقول لك قرايبي اولى وماله، ده حاجه زي الفل، خير الصدقه ما كانت للاقربين. فخد عربيته قبل صلاه العيد، خرج من بيتهم صلى الفجر وبعدين قال هصلي العيد في البلد، قبل ما اوصل صلاه العيد اوزعها للناس. فيدوبك خد العربيه هوب يدور العربيه وطار في الطريق، هوب العربيه عطلت. الفجر صلاه العيد اتصلت والظهر اتصلى، وفين على ما حد لا جاب له ميكانيكي صلح له العربيه وصل البلد على العشاء، اوب زكاة الفطر تتوزع لأنه حبسه حابس، يعني في حاجة منعته. دي أغلب الأحكام المشهورة والمنتشرة.